محافظ صلاح الدين يترأس اجتماع لجنة سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية، ويتعهد بانتقال القضاء إلى مرحلة جديدة من الأعمار تليق بتاريخ المدينة. البلداوي يبحث مع قائد شرطة صلاح الدين الإنجازات المتحققة في الخدمات والاستقرار، وتأكيدات بانخفاض العمليات الإرهابية 90%. أسبوع حاسم يحدد مستقبل الحكومة بانتظار اجتماع الحنانة خلال يومين، وانقسام في البيت السياسي الشيعي على تجديد ولاية الكاظمي. والبرزاني وطالباني يتفقان على الذهاب إلى بغداد بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية، والشراكة الجديدة في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.